السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الأسمنت المسلح وجاءت الأسعار أسعار الجملة وفق الأسعار الجملة سجل الأسمنت المسلح. من فضلك اللي مشاركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد وشكرا. سجل الأسمنت المسلح 1170 جنيه للطن، كما سجل أسمنت النص 1150 جنيه للطن، أسمنت قنا 1150 جنيه للطن، العسكري 1145 جنيه للطن. أما أسمنت السويدي سجل 1190 جنيه للطن، أسمنت المخصوص سجل 1175 جنيه للطن، كما سجل أسمنت وادي النيل سجل أسمنت وادي النيل 1165 جنيه للطن، وأسمنت حلوان 1220 جنيه للطن. وسجل أسمنت المخلوط 1200 جنيه للطن، الأسمنت المقاوم 1400 إلى 1410 جنيه للطن. أما الأسمنت الأبيض سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 2500 جنيه للطن، وسعر سينا الأسمنت الأبيض السوبر 2450 جنيه للطن، وريال المنيا الأسمنت الأبيض الريال 2380، وريال العادة 2430، وأسمنت الواحة الأبيض بلغ سعره 2420 جنيه للطن. أما الأسمنت المخلوط كان الأسمنت المخلوط سجل الأسمنت المخلوط بيان سجل الأسمنت السويدي للتشطيبات 980 جنيه للطن، أسمنت آيا 1 900 جنيه للطن، استقر سعر أسمنت النخيل عند 850 جنيه للطن. أما الأسمنت المقاوم المقاوم للملوحة أسمنت القاهر المحاق 1000 جنيه، أسمنت السويدي 1020 جنيه، أسمنت سويتر 1000 جنيه، وأسمنت السهم 950 جنيه للطن. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكم.